وأول الأخبار يقول تصميم مدرعات طائرة للاستخدامات العسكرية مع تسنيم. جميل. نشاهد في تفاصيل الخبر. تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية صور أول تصميم لعربة مصفحة طائرة صممها مهندسون محليون للاستخدامات العسكرية. وتتناقل العديد من المواقع المهتمة بالأسلحة والمعدات العسكرية آخر الاختراعات والتصاميم التي عرضها المصممون في عدد من بلدان العالم. فمنذ فترة لفت الروبوت فانتوم الذي طورته أوكرانيا أنظار العديد من المهتمين في هذا المجال، وهذه المرة فاجأ المهندسون الأوكرانيون الخبراء بتصميم عربة مصفحة قادرة على الطيران. وعن الفكرة الجديدة قال المهندسون: التصميم الجديد عبارة عن عربة مصفحة قادرة على الطيران، والعربة مصممة لنقل 6 أشخاص، 2 من أفراد الطاقم و4 آخرين. وأضاف المهندسون: لقد قمنا بتصميم منصة طائرة مزودة ب4 مراوح تعمل بطاقة تصل إلى 80 كيلووات. المنصة يمكن تركيبها على سطح العربة المصفحة وتستمد طاقتها من العربة ذاتها. هذا الاختراع إذا ما تم طرحه سيكون بغاية الأهمية، ويمكن أن تستفيد منه القوات الخاصة بالجيش للقيام بعملياتها في أماكن يصعب الوصول إليها.